ضمن الاتحاد العام المغربي للشغل نؤطر عمال شركه مونديريز لتسويق الارز لمعالجه تسويق الارز. بطبيعه الحال هؤلاء العمال تعرضوا للضغط التعسفي الجماعي، محاربه العمل النقابي داخل المؤسسه وداخل الشركه، عدم تطبيق قانون الشغل، انعدام وسائل الوقايه والسلام والصحه. ورغم الكتابات التي رفعناها الى الجهات المسؤوله، نرى الصمت المطلق تجاه هذا الملف. اليوم 27 في الشهر كانت عندكم وقفه احتجاجيه، قرر العمال بتنظيم وقفه احتجاجيه للدفاع عن مطالبهم المشروعه المهضومه، لانه قمنا بطبيعه الحال باشعار السلطات والجهات المعنيه، فتلقينا جواب من طرف السلطه بيدنا نسخه منه يمنعون هذه الوقفه ويدعون ان الحوار مفتوح. يدنا مفتوحه ممدوده للحوار، لكن الحوار في الحقيقه هو منعدم ولا اساس من ما كتب على هذا الرد. وقمنا بالجواب على 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 هذا المنع، وطبيعه الحال تنصطدم بواحد الواقع اللي ما كانش كاع في البال ديالنا، وهو رفض تسلم الجواب لا من طرف العماله ولا من طرف السيد البشري. كيف تفسرون رفض السلطات ديال العماله والبشويه ان العمال يديروا وقفه احتجاجيه سلميه امام المندوبيه؟ تواطؤ مع اداره الشركه المتعنته واطلاق العنان لهذه الشركه لتفعل ما تريد، خرق قانون، عدم احترامه، طرد العمال، العمال الجدد حلوا محل العمال المضربين في خط سفير للقانون، ولم نجد من يعمل على جري هذه التجاوزات. اذا هناك تواطؤ مكشوف للسلطه مع هذه الشركه وهي تدعمها، ورايها بطبيعه الحال دستور على هذا. شنو هي الخطوات المقبله اللي غادي تقوموا بها؟ الخطوات المقبله ان شاء الله الرحيم سنتوجه بفتح هذه الخروقات الى الدوائر العليا التي سبق وان رسمناها، وننتظر تفضيلها ونعيد الكره لتذكيرها على ما يجري من تعسفات وخروقات القانون والتجاوزات. وطبيعه الحال الحوار منعدم، ما كاينش غير المشاكل غير في القطاع هذا القطاع ديال الارز، بل كاينه مشاكل متواطئه فيها السلطه مباشره لتحقيق بعض الاغراض اللي هي طبيعه الحال محاربه العمل النقابي. وطبيعه الحال المجلس النقابي سينعقد في القريب العاجل لاتخاذ الموقف المناسب للدفاع عن هذه التجاوزات طبقا لما ينص عليه القانون.